ناس كتير لحد دلوقتي ما تعرفش ايه اللي بتعمله قناة السويس الجديدة وايه اللي هتقدمه فيما بعد، علشان كده تعالى اعرفك عليها شوية. اولا، هي مش قناة بالمعنى الحرفي، هي تفريعة جديدة من قناة السويس بتبدأ من الكيلو 61 لحد الكيلو 95، تم افتتاحها في 6 أغسطس 2015. الهدف منها هو تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس، واللي أولها توقف قافلة الشمال لمدة تزيد عن 11 ساعة كمان علشان تسمح باستيعاب السفن العملاقة. نقدر نقول إنها واحدة من المعجزات اللي صنعها المصريين بعرقهم، سواء من خلال عمليات الحفر واللي شارك فيها 44 ألف مواطن مصري خلال 9 شهور، أو من خلال التمويل واللي اعتمد فيه بجزء كبير على المصريين من خلال شهادات الاستثمار. أكيد دلوقتي بتسأل نفسك، أنا إيه اللي هستفيده؟ أقول لك أنا، المفروض الشهادات دي هيكون ليها فايدة سنوية 12% بتتصرف كل 3 شهور، وأصل المبلغ بيسترد بعد 5 سنين. يعتبر مشروع القناة خير مثال على صنع المعجزات واللي بيعكس الإرادة الحقيقية للمصريين.